أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إن شئت سهلا أرباب. فانتهى الحديث في اللقاء الماضي لدى قول الله تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فهذا اليوم الذي يتحدث عنه كتاب الله تعالى هو اليوم الآخر، وهو يوم الجزاء ويوم الحساب، وهو يوم يجب أن يقوم لتتحقق فيه العدالة الإلهية، لأن ما يقع في الدنيا من مظالم ومن مخالفات ومن أشياء فيها إجهاز على حقوق الآخرين لا تتسع الدنيا فيه للمعاقبة، أي في الدنيا ظلم كثير بحسب العصور وبحسب المراحل، وفيها مخالفات كثيرة ومعاصي كثيرة. لو قلنا إن القضاء أو إن القانون مكلف بأن يقيم العقوبات على الذين يجترحون هذه المناكير وهذه السيئات وهذه المظالم، فإن القوانين لا تستطيع أن تحيط أو تتابع كل العقوبات، كل المخالفات. ذلك أن الكثير من الجنات يفرون وينيدون ولا يضبطون، بمعنى أنه في الحالات القصوى قد يتمكن القضاء أو من يكلف بتحقيق هذه الأشياء أن يضبط حوالي 10% من الجنات، ولكن 90% يعني يفلتون من العقوبة لا يصابون. ونحن نرى هذا في دنيا الناس، وناس ظلموا ظلما كبيرا وخرجوا من هذه الحياة ولم يستطع أحد أن يقتص منهم، فهل يقبل العقل أن يكون هنالك هذا النوع من الإفلات من العقوبة لأناس استطاعوا أن يفروا من العقوبة، أو لأنهم هم الذين كانوا يوقعون العقوبة على غيرهم؟ طبعا هذا غير منطقي، فلا بد من عدالة، يوم للعدالة. هذا اليوم الذي لا يفلت فيه أحد، ويوم القيامة، وحديث الله عنه متكرر من أجل أن يعلم الإنسان أنه إن استطاع أن يخادع العقوبة وسائل العقوبة في هذه الدنيا فإنه لم يستطيع أن يخادع الله عز وجل، وبالتالي فالعقوبة واقعة، وهي حينما تقع في الآخرة تكون أشد. فلذلك دائما يحدثنا كتاب الله تعالى عن هذا الأمر، ويقول في هذا السياق: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هناك داع يدعو حينما يأذن الله تعالى بقيام العالم الآخر، يدعو الداعي إلى شيء نكر. ليس المهم أن نعرف من هو الداعي الذي يدعو، من هو الملك الذي يكلف بالدعوة، المهم أن الناس ينادون وهم في مقابرهم في قبورهم، ويدعون إلى مشهد خاص، إلى مشهد هو النشر الحشر والنشر والعقوبة، المحاسبة ثم العقوبة، الجنة أو النار. هذا الأمر سماه الله تعالى يوم خاص، يوم نكر. وتسمية هذا اليوم يوم نكر هو نوع من أسامي القرآن لليوم الآخر، ويوم النكر. هذه المادة النون والكاف والراء مدارها على عدم العرفان، معناها عدم العرفان. فإذا عرفت الشيء فقد عرفته، وإذا لم تعرفه فقد أنكرته، أي أنك لا تعرفه. ويمهل منه أن يقال
للإنسان الذي يرى أن فلانا مثلا إذا قال شخص أو ادعى شخص أن لفلان أن لي دينا على فلان، فقال أنا لا أعرف فلانا وليس له علي شيء ولم أتعامل معه، فهذا أنكره، أي كأنه قال أنا لا علم لي بهذه الدعوة أصلا، لم يدخل في تفاصيلها، لم يقل له علي 50 وكان يدعي 100، لا، إنما قال بأنه لا صلة بيني وبينه وليس له علي شيء وليس عندي شيء من ماله ولا من حقوقه، فهذا إنكار، إنكار أنه قطع وعدم معرفة لهذا الموضوع الذي يثيره هذا الشخص. فالإنكار إذن أو مادة الإنكار تفيد عدم العرفان، عدم المعرفة بالشيء. وفي كتاب الله تتكرر هذه المادة فتكون بصيغة نكرة وأنكرة. نكرهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، مش أنكرهم، نكرة، فالفعل حينئذ نكرة، نكره، وهو ناكر. إذا قلنا نكرة يكون ثلاثيا اسم الفاعل منه ناكر، واسم الفعل منه منكور مفعول من ثلاثي. وقد يكون أنكر وهذا رباعي، وحينئذ فيكون هو منكر، ويكون الفعل أو الشيء منكر أي ليس معروفا. هذا الفرق بين نكر وأنكر. وأن لا تعرف أو أن تنكر شيئا قد يكون إنكارا للجسد أو للهيئة أو للذات مرة. فسليمان قال لجنوده نكروا لها عرشها، نكروا لها عرشها أي حتى لا تعرفه، وفعلا فقد نكروا لها عرشها فلم تعرفوا أول مرة. هذا معنى إنكار الذات. وفي قصة يوسف وإخوته فعرفهم وهم له منكرون، ماشي معنى جحدوه، أنكروه لم يعرفوه، هم إخوة ولكن لطول المدة لم يعرفوا أخاهم يوسف وهو كان يعرفهم، فعرفهم هو لأنه لاشتغاله بأمرهم ولأنه طلبه، ولكنهم هم لم يعرفوه، ولذلك قالوا ما قالوا بناء على أنهم لا يعرفونه. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إذن فهم لا يعرفون مع من يتكلمون. هذه إذن هذا عدم معرفة الذات. وقد يكون هذا عدم معرفة في شيء آخر في المعاني، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، وهذا أمر آخر. ما هو المنكر؟ ملامح جديدة، أي هؤلاء الذين يتربصون بالمؤمنين، هؤلاء الذين يكفرون بالله، إذا ذكر الله وإذا أثيرت قضايا الإسلام تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آيات الله. وهذا موقف سجله القرآن على الكفار، أي أنهم لفرط حقدهم على الإسلام يفقدون صوابهم، ويتبين ما في قلوبهم من خلال سحنة الوجه، أي الوجه يصبح معبرا. فبعض المرات يتحكم الإنسان في غضبه وفي غيظه ويتظاهر، في بعض المرات يستطيع الإنسان أن يتظاهر بأنه متوازن، ولكن هؤلاء الذين يكفرون بالله لشدة بغضهم للإسلام لا يستطيعون أن يتمالكوا ولا أن يضبطوا ملامحهم، فلذلك تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر.
أي منكر؟ وهذه الرؤية وهذه المظاهر التي يمكنك أن تراها فيهم. قد يقول بعض الناس نحن لا نعرف ذلك في الناس، فيقال له هذا هو الذي يريده الله للمؤمنين، أن تكون لهم فراسة خاصة نورانية خاصة يعرفون بها الكفار ويعرفون بها أهل الإيمان. هذا الناس العاديون لا يعرفون، لا يميزون بين هذا وذاك، لكن الله أراد للأمة المؤمنة أن تكون ذات فراسة. لا أقول بأن الفراسة التي لا تقوم على أي سند، بل هي فراسة تقوم على الملامح الموجودة في وجه هذا الإنسان. هذا الذي ذكره كتاب الله في الوجوه، لو تتبعتم ما كتبه ابن حزم رحمه الله في كتاب فوق الحمامة، ولو تتبعتم ما كتبه بعض العلماء في كتاب مثلا في كتاب الأذكياء عن الملامح وصلتها بالأخلاق، لوجدتم أن المسلمين تكلموا بأشياء عظيمة هي جزء مما يمكن أن تحلل به الشخصية، شخصية الإنسان، أي الملامح والقسمات والدلالات التي تكون في الوجه، بمعنى أن هذا يصبح في نهاية المطاف علما، أن الإنسان الذي يستطيع أن يقرأ القسمات وتحركات ودلالات الوجه ودلالات الحركة يستطيع أن يصل إلى جزء من الحقيقة. ولكن الشخص الذي يكون غير سوي يعرف بأن وجهه وجه منكر، أي وجه غير عادي غير طبيعي. طبعا الذين يشتغلون في الميدان تحقيقات وكذا كأنهم يركزون على هذه الملامح ويحاولون استنطاقها ويحاولون الوصول من خلالها إلى معرفة البواطن. إذن فهذا جزء مما سمي منكرا، بمعنى أنه غير معروف. وفي القول أيضا منكر، إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. القول المنكر هو القول الذي ليس على الفطرة، القول الذي تعرف بأنه قول خداع، وقول يقلب الحقائق، وقول يلعب بقيم الأشياء، فهذا قول منكر. ليس ضروريا أن يسب الناس أو أن يلعنهم ليقال بأنه يقول منكرا، وإنما يكفي في ذلك أن يقول الإنسان قولا يغالب فيه الحقيقة ويحاول أن يصير الحق باطلا والباطل حقا، فيكون القول حينئذ منكرا. هذا من حيث كلمة المنكر، حيث ما استعملت دائما ترجع إلى معنى أن هذا الشيء غير طبيعي وغير مألوف وغير عادي. الآن استعمل الشرع كلمة أخرى، كلمة مشتقة من هذه، وهي المنكر. ما هو المنكر؟ ما أكثر من ينادي بالمنكر، كلما ظلم أو كلما وجه بموقف قال اللهم هذا منكر. لكنك لا تستطيع أن تقول هذا منكر إلا إذا عرفت ما المنكر حتى تسقط عليه أنه منكر. إذا كان الإنسان لا يعرف ما هو المنكر، كيف يسمي كل شيء منكرا؟ فإذا أخذ الإنسان منك حقه، كنت أنت لا تؤدي له مثلا ثمن الكراء، فاستطاع بوسائله بحكم المحكمة أن يلزمك بأداء الكراء وأن يفرغك، فكيف تقول وتخرج للناس وتقول اللهم هذا منكر، أخرجني من بيتي وكذا وكذا وكذا، كيف يكون هذا منكرا وأنت صاحب المنكر الأول؟ لأن ما فعلته هو المنكر، أنك لم تكن تؤدي أجرة، وهذا خروج على العهد، خروج على الميثاق، فيه كل المخالفات. فما كلمة المنكر؟ هي الكلمة التي يستطيع أن يستعملها كل إنسان متى شاء ضد الخصم. فلا شيء إذا لم يكن منكرا لا يمكن أن يسمى منكرا، وإلا هذا في حد ذاته منكر. أن تسمي ما ليس منكرا، أن تسميه منكرا هو منكر جديد. فكلمة المنكر يجب عند المسلمين أن توضع في مكانها الصحيح، ما تكونش شيء أو قذيفة
نقذف بها في وجه من نخالفه أو من يخالفنا أو من يأخذ منا حقه ونقول اللهم هذا منكر، كما يقول كثير من الناس لا يعرفون كلمة اللهم هذا منكر، هي كلمة أصبحت بمعنى الاحتجاج أو الرفض لا أقل ولا أكثر، ولكن ما هو المنكر حتى نعرف إن كان هذا الشيء منكرا أو ليس منكرا. المنكر أساسا ما تعرف العقول الصحيحة بأنه غير صحيح غير صواب. العقول السليمة حينما تعرض عليها بعض التصرفات تعرف أن هذا الفعل غير مستساغ وأن هذا الفعل غير مقبول، وقد لا تصل إلى هذا ولكن تتوقف عنه ولا تشهد له، أي قد تقف تكون العقول السليمة الصحيحة أمام تصرف من التصرفات لا تستطيع أن تزكيه وتقبله ولا أن ترفضه كأنه يقع له فيه شيء من الاضطراب، هذا منكر أنكرته العقول، بمعنى أنك حينما ترى الأشياء كما هي في الطبيعة يسهل عليك بعقل وبفطرة سليمة أن تقول إن هذا الفعل لا يصلح، ولكن شرط العقل أن لا يكون موجها. العقل إذا لوث وجه توجيها فاسدا تختلط عليه الأشياء ويرى الحق باطلا والباطل حقا. أنا أقول العقل العادي، مثلا إذا مررت برجل كبير يضرب رجلا يضرب طفلا صغيرا تقول هذا منكر، تتألم لذلك، طفل رجل كبير ويضرب صغيرا طفلا صغيرا الصبي والصبي يبكي ويصرخ، فلا تستطيع أن تمر بهذا المشهد من غير أن تسجل هذه الملاحظة على الأقل، هذا منكر. لكنك إذا رأيت طفلا صغيرا يأخذ عصا ويضرب شيخا تقول هذا منكر أكبر من الأول، الأول منكر وهذا أشد نكارة منه لأن فيه استضعاف لإنسان كبير. هذا لو رأيناه طفل صغير يأخذ عصا لأنه ممكن ويضرب شيخا كبيرا فتقول هذا منكر أكثر من الأول، وقد تسأل هذا الشخص شخصا من حولك تقول لما يضرب هذا ومن يكون هذا، فيقولون لك هذا ولد يضرب أباه الكبير، فتقول هذا منكر أشد. فأنت ترتب الأفعال وترى أن بعض الأفعال لا تنسجم مع طبيعتك وفطرتك وأن العقل العادي لا يقبل بها. ما أكثر ما يمكن أن يقول العقل السليم فيه هذا ليس صحيحا وليس صوابا. لا يقال فقط إننا وجهنا وإننا ربينا على مخالفته فنحن ننكر، لا، العقل في حد ذاته الفطرة السليمة بحد ذاتها يمكن أن ترشد إلى أشياء كثيرة. نحن نرى الآن مناظر في التلفزيون مما يقع في العالم الإسلامي الآن من الدماء ومن خصومات وهذا السنة وهذا الشيعة وقتلوا يوميا وعشرات ومئات من الموتى يوميا، لا تستطيع أن تجد لهذا سببا أو مبرر، لابد أن يتوقف هذا النزف، لابد أن يقال هذا لا يمكن أن يكون، لماذا نكون نحن في العالم الإسلامي دون كل الناس نحل مشاكلنا بهذه الطريقة؟ الناس الآن يختلفون أكثر مما نختلف، كاثوليك مع بروتستان يختلفون اختلافا كبيرا وهم موجودون على رقعة من الأرض، فرض عليهم في حين دائد أن يتعايشوا بطريقة من الطرق. إذن فهذه هي الأشياء التي نراها فتؤثر في أنفسنا هي جزء من المنطق الفطري أو من الميزان الفطري الذي يرزق هذا الإنسان ليقول للإنسان ولنفسه هذا أستطيع أن أفعله وهذا لا أستطيع. وبالتالي لو سلمت الفطرة فإن شيئا كثيرا من الحكم من أحكام الناس تكون في الحقيقة تكون واضحة وجلية، والتصرف تقريبا يصير عالميا يصير تصرفا موحدا. لكننا حينما نرى مثلا أن الإسرائيليين يتوعدون بأنهم سيقتلون الفلسطينيين وغدا يقتلون الفلسطينيين
يقتلون شبابا ويقتلون في 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 يدخلون بقوة ويقتلون الأعداد ويأسرون ما يشاءون، ثم العالم بعد ذلك لا يتحرك. فهل العيب في هؤلاء الفلسطينيين الذين قتلوا، أم العيب في العالم الذي لم يعد يرى هذه الأشياء؟ العالم فقد فطرته، وجه وخدم واستطاع اللوب الصهيوني بتواطؤ مع جهات كثيرة أن يجعل الناس يرون في هذا صوابا. ويأتي إنسان من بعد أو من بعيد ليقول نحن في الطريق إلى أن نقيم علاقات مع إسرائيل أو علاقات ودية وصداقة مع إسرائيل، وتعاهد من؟ تتعاقد مع الشيطان؟ هذا لا يتعاقد معه صاحب عقل كيفما كان، صاحب فطرة. فيما كانت قضيتك؟ لا يمكنك أن تضع يدك في يد أناس يدمرون البشرية كلها. من يقول بأن إسرائيل بريئة حتى تريد أنت أن تستند إلى إسرائيل وأن ترى أنها لا تختلف في شيء، بل هي ربما أولى بالصحبة من باقي العرب؟ هي دولة ظالمة آثمة مستغلة. فإذا كنت على أي أساس يمكنك أن تقيم تصورا أو مذهبا إذا كنت توالي هؤلاء الذين يدمرون البشرية؟ أنت حيثما كنت في بقاع الأرض يجب أن تنكر هذا. قد لا يكون الناس مسلمين. أنا حينما أسمع بعض المرات أنه في بعض المدن في البرازيل مثلا في جنوب أمريكا أن بعض الناس يقتلون الأطفال، يتصيدون الأطفال في الشوارع ويقتلونهم هكذا قتل الكلاب، هل أقبل بهذا؟ وهل أقول هذا يجوز لأن البرازيليين يقتلون البرازيليين وأنهم جميعا مسيحيون؟ لو قتل مسيحي مسيحيا ظلما لوجب علي أن أنكر هذا في نفسي. أما أن أقول إن إسرائيل محقة فقط لأجل أن أقيم معها اتفاق أو علاقة أو موافقة، هذا كلام لا يصلح أبدا في من حيث الفطرة. قلت أنا الفطرة يجب أن لا تفسد، لأن الذي وقع الآن بعد ذهاب الدين هو الفطرة. أي ماذا بقي للناس بعد الدين؟ أي الأوروبيون ماذا كان يحميهم؟ كان يحميهم دين. أنكروا الدين وانتهوا من قضية الدين، ولم يعد الدين مصدرا للقيم. فأصبحنا نتحدث عن مصدر القيم هو الإنسان ذاته، المرجعية البشرية الوضعية هي العلمانية الثقافية التي يريد الكثير من أن يورط الناس فيها. لا تسألوا عن القيم في الدين، الدين لا شغل له، لا يريكم باطلا ولا حقا. الدين قضية تتعلق بالآخرة، هذه القيم. هؤلاء الذين نفضوا أيديهم من الدين ولم يعودوا يحتكمون إليه ولم يعودوا يتساءلون عنه، كانت على الأقل لديهم فطرة، فيقولون للظالم هذا ظالم، ويتعصبون ويجتمعون ضد الظالم ويقولون له أنت ظالم، ولكنهم فقدوا حتى الفطرة. لماذا؟ لأنهم غلبت عليهم شقوتهم وشهوتهم، فأصبحوا يرون أن ما تمليه الشهوة هو الصواب، لا فطرة. طيحت الفطرة نفسها انتهت. الأوروبيون ليسوا متدينين بالضبط، ولكن نقول لهم على الأقل كونوا واقعين، كونوا مع الفطرة. إذا لم يكن لكم دين فكونوا مع الفطرة. كيف يجوز لإنسان ومن حقه أن يطالب بجواز وإباحة الشذوذ الجنسي والعلاقة الجنسية بين المثليين ذكورا مع الذكور وإناثا مع الإناث، ثم يتجمع في الشوارع العمومية بعد أن نفض قضية يده من قضية الإدانة؟ لا يجوز لأحد أن يتحدث عن الشواذ لأنه تحريض ضدهم، ومن عيرهم ومن قال بأنهم مفسدون يحاكم. هم لا يحاكمون لشذوذهم، ولكن يحاكم من عابهم، لأن مجرد أن تعيبهم فمعنى ذلك أنك تحرض المجتمع عليهم، أنك تعرضهم للخطر، وبالتالي فمجرد الكلام إثم والفعل ليس إثما. لكن هؤلاء أيضا يخرجون للشارع بعد أن كسبوا هذه الجولة وربحوا هذه الجولة، ويقولون للشارع وللمجتمع أيها المجتمع أنت تظلمنا، أي هم شواذ يجب أن يفعلوا ما يشاءون، لا يتحدثوا فيه، القوانين تؤيدهم وتساندهم وتضمن لهم حقوق بعد ما بعد الفراق وإلى غير ذلك من أشياء، والعطلة وما أشبه هذه، بحيث أنه إذا كان هناك مثليان رجل ورجل
فإن من حق واحد منهم أن يشترط على الإدارة المشغلة أن تعطيه أو تمتعه بالعطلة التي يختارها قرينه حتى يكون معه في عطلة واحدة. أي لا يجوز له من الناحية القانونية، لا ينبغي الفصل بينهما كأنهما زوج وزوجة. هذا ذهب بعيدا. ولو تأملتم ما تحقق من هذا لرأيتم العجب العجاب. قلت إنهم يذهبون ويخرجون الشوارع ليطالبوا بحق آخر، هو الحق في تربية الأبناء. أي لماذا يرفض المجتمع أن يمتعهم بأن يستمتعوا بأن يربوا أبناء؟ وهذا أصبح شغلا وقعت فيه مناقشات وكتبت فيه سيناريوهات أفلام وسيناريوهات، أن هؤلاء الذين يعيشون هذه الطريقة من حقهم أن يربوا أبناء. لكن من أين يأتيكم الأبناء وأنتم الذين تحاربون أصل مجيء الأبناء الذي هو الزواج؟ الآخرون يجب أن يلدوا ونحن نستمتع معهم هذا. تلاحظوا بأن العقل انتهى والفطرة انتهت. هؤلاء يتحدثون عن مخالفة الطبيعة والبيئة فقط في الأشجار، لأن وصلتهم قضية الاحترار والاحتباس الحراري وفيضان المياه فهم يتحدثون، لكن هذا أيضا مخالف للفطرة. إذن أقول إن كلمة إنكار كلمة عجيبة في الشريعة الإسلامية، أي إن الإنسان بطبيعته العادية الفطرية غير الموجهة يكره المنكر بطبيعته، والإنسان خلق على أساس أنه ينسجم فطريا، ينسجم مع الصواب وينفر مع الباطل. بل أقول أكثر من هذا، أنتم ترون وهذه مسألة يراها الناس، أن القط الذي يجلس مثلا الذي يعيش أهله في البيت قد يلقى إليه بشيء من اللحم، فإذا ألقي إليه اللحم، ألقت إليه ربة البيت اللحم، أخذ القطعة وأكله. لكنه إذا هو سرق اللحم في غفلة صاحبة البيت أبدا لا يأكل اللحم بجوارها بل أول ما يفعل أن يفر ويصعد السطح ويأكل. مثلا سرق فرخا مثلا وسمكة أو كذا، لاحظوا هذا. فكأن القط يعرف الفرق بين أن يعطى له الشيء وبين أن يسرق الشيء. فالقط يعرف الفرق بين السرقة والصدقة، يعرف الفرق بين الصدقة والسرقة، هذه متصدق بها عليك وهذه مسروقة، والمسروقة تستحق أن يفر بها حتى لا يعاقب. وهو يعرف أن العقوبة لا تلزم بعد الصدقة وإنما تلزم عن السرقة، وأن الضربة التي تأتيه بعد السرقة وأنها لا تأتيه بعد الصدقة. فهو يعرف أن صاحبه الذي يعيش معه لن يضربه إذا هو أعطاه، لكنه إذا سرق فلينتظر ضربة لرأسه ويمكن أن يموت فيها. لاحظوا أن هذه أشياء فطرية. من علم القطة هذا كله؟ وقل هذا في جميع الأشياء، في الكائنات كلها تعرف الحيوانات هذه الأشياء معرفة طبيعية وفطرية. يسرق البازي شيئا من الأرض ودجاجة مباشرة يطير بها إلى السماء فيقر له قرح حتى يجد نفسه بمنأى وببعد، لأنه يعرف أنه فعل شيئا يعاقب عليه. لاحظوا إذن هذه الأشياء التي تدركها الحيوانات يدركها الإنسان بفطرته وبسليقته، وبالتالي فإنه لا يوجد، شوفوا، لا يوجد شيء حرمه الله ليس منكرا من الفطرة. وريوني شي حاجة. أي الخمر، يتغزل الناس في الخمر يتحدثون فيه. لكن الناس، خلينا الناس يمكنهم أن نوجههم حتى السم، نبقوا نزينهم يشربوا السم يشربوا السم يشربوا ويموتوا، لأن هذه توجيه ماشي، خلي الناس الفطرة ديالهم. لما ترى الناس الرجل يخرج مثلا في من بيته لابسا لباسه الجميل الأنيق ثم يذهب ويصافح الناس كذا ويتجول ثم يعود إلى بيته، وتلاحظ إنسانا في بعض المرات يكون مثقفا عنده شهادة عليا،
يخرج من الحانة وهو يتمايل، الأطفال يتولعون به يضحكون عليه ويسبونه، هو يتشاجر مع الأطفال يحاول أن يند منهم أن يفر منهم فيسقط في الأرض، قد يتبول على نفسه. فمن يقول بأن هذه الخمر شيء يمكن أن يكون محمودا أو يمكن أن يكون شيئا مقبولا؟ مستحيل. من يقول بأن المخدرات هذه يمكن أن تكون جائزة، جائزة الاستعمال أو حلالا، وأنت ترى أن طفلا من الأطفال شابا من الشباب يستعملها ثم يفقدها فيضرب رأسه مع الجدار حينما يفقدها؟ فهل يقول أحد أن هذا يمكن أن يكون؟ قس هذا على كل الأشياء، قس كل. فما من معصية إلا وهي منكرة من ناحية الفطرة. من يبيح للناس الزنا؟ فطرة تقبل ذلك؟ الفطرة لا تقبل ذلك، الفطرة لا تقبل فوضى الجنس، فيه خيانة، فيه عدوان على الناس، فيه أشياء. فبالتالي الأصل أن الفطرة هي متكأ الشرع، الشرع هو مراد الله عز وجل، ولكن هذا الشرع لا يأتي إلا منسجما مع الفطرة، لا يعاكس الشرع الفطرة مطلقا. فلذلك لو ترك الناس، حتى إذا لم يكونوا متدينين، لو تركوا إلى فطر سليمة لكانوا يستطيعون أن يبصروا. ولذلك هذا الآن نستطيع أن نحاكم إليه الذين لا يأخذون بالشرع، الذين لا يأخذون بالشرع من 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 الآخرين، نستطيع أن نقول لهم عودوا إلى الفطرة واسألوها إن كانت تبيح ذلك أم لا تبيح ذلك. فطرة عادية. حينما يقول لك واحد الناس أنتم الآن تتحدثون عن الحجاب، طبعا أنا غادي من بعد غادي يقول لي يحرموا علينا الكلام عن الحجاب، أنتم تتكلموا عن الحجاب 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 كذا، وأنتم رجعيون وكذا. ما لكن ماذا يقع؟ أتقول لي، تريد أن تقول لي إن الناس الآن أصبحوا أطهارا؟ أصبح الرجل يرى المرأة المتبرجة المتبدلة التي تلبس لباسا شفافا أو ضيقا ولا يقع منه شيء؟ أتريدون أن تقولوا لي بأن أي شيء في حياة الناس لا يقع الآن؟ أتريدون أن تقولوا لنا بأن هؤلاء النساء لا يثيرن الرجال؟ أتريدون أن تقولوا بأن لا بأس أن يقع الفسق والفجور بين النساء والرجال؟ هي الاحتمالات الموجودة، ما كانش أشياء. أما أن تقول لي بأنه أنتم الآن مكبوتون، وأنتم الآن كما يقولوا الآن أنتم مكبوتين، لماذا؟ لأنكم دائما تريدون للمرأة أن تكون مغلفة. قل نحن مكبوتون، أنتم كذابون، أنتم تكذبون على أنفسكم، ونحن رأيناكم ورأينا أثركم في المجتمع، ورأينا هذا الاختلال الذي وقع بسبب هذا الفساد الذي يقع بين النساء والرجال. المهم أن الفطرة تدعو إلى الشيء العادي المحمول المقبول الذي ليس فيه إلا أي حينما نقول عكس هذا نخالف الفطرة بالتأكيد. ففي جميع الأوامر الشرعية يجب أن نتحدث عن الفطرة على أساس أنها أساس. الفطرة قادرة على أن تنكر المنكر، إذا لم يكن للناس دين فليكن لهم على الأقل ذوق، والمسلمون مطالبون بأن يحافظوا على هذه الفطرة. المسلمون هم الذين يجب أن يكونوا من حماة الفطرة، الفطرة في الإنسان وهي البيئة خارج الإنسان. إذا حمينا فطرة الله تعالى فينا وفي الكون من حولنا لابد أن نعيش حياة سوية، حياة معتدلة بالتأكيد. إذن هذا المصطلح الشرعي يجب ضبطه. إذن ما أنكرته العقول الصحيحة السليمة ولم تقبله فهو منكر، ما توقفت فيه العقول السليمة فهو منكر، ولكن المنكر يأخذ صيغته النهائية التي لا تقبل الجدال بعد ذلك، بأن يقول الشرع هذا لا يجوز. والشرع إذا أنكر الشيء فلا يحل لأحد أن يبيح شيئا أنكره الشرع بعد ذلك، لا معقب على الشرع. والشرع حينما يتحدث عن المنكر يستوعب
يستوعب المنكرات كلها. لا تستطيع أن تجد منطقة أغفلها الشرع ولم يشر إليها. الآن لو وضعنا مثلا جردا للمخالفات التي تنص عليها مثلا القوانين أو كتب الأخلاق لوجدناها محصورة أو كثيرة تقريبا. والذي ليس مذكورا ليس منصوصا على معاقبته لا يسمى جريمة أصلا، لابد لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. نعم، لكن هل تستطيع أن تقول لي هل تتحدث القوانين أو تتحدث كل هذه اللوائح التي تتحدث عن الجرائم الأخلاقية مثلا عن سوء الظن؟ سوء الظن بالناس نحن الآن من ناحية القانون لا يعتبر، لا يتحدث عنه، ما عندناش القانون أصلا لا يصل إليه لأنه مسألة داخلية. سوء الظن ماشي نتكلم على الكلام، سوء الظن في حد ذاته معصية. بعض العلماء ابن حجر الهيثمي كان يقول بأن سوء الظن من الكبائر، سوء الظن بالناس من الكبائر. معنى سوء الظن أن لا يكون لك أي شيء تؤسس عليه الظن. بعض المرات يكون الظن قائما على حجج وعلى قرائن فيكون ظنا ولكنه ليس ظنا باطلا بالمرة، ولكن في بعض المرات ليس له أي سند. لماذا فعل فلان كذا؟ لأنه كان يريد كذا وكذا وكذا، فيفترض شيئا غير موجود ويحاكم عليه الإنسان ولا يعطيه فرصة الدفاع عن نفسه. وهذا هو الأمر الذي يرفضه الإسلام. طبعا لما تسقط الأمة، لما تكون الأمة هابطة فيما ذلك في مستوى تكثر فيها الظنون وتكثر فيها الكلمات التي لا سند لها وتكثر فيها الإشاعات وتصير أمة هابطة تبقى تهبط. نحن في شريعتنا الظن نعتبره إثما إذا لم يكن قائما على قرائن حقيقية نعتبره إثما. ومن كان يظن بالناس سوءا، من ظن بالمسلمين سوءا عليه أن يتوب إلى الله من ذلك ولو لم يضرزوا للناس. أما إذا هو تكلم واتهم فتلك فرية أكبر، كان يظن ظنا ثم قال أظن أن كذا كذا ثم بعد ذلك أكد القول وقال هذا هو الذي يفعله فلان أو يقوله فلان أو يقصده فلان بكلامه وكذا، وحينئذ يكون هذا افتراء. وهذا أيضا لا يجوز. بل حينما يأتي الإنسان ذنبا من الذنوب لا يكون عاما خاصا به، قد يأتيه ذنبا ويتوب أو يتخفى به منه، وأنت لست مطالبا، بل قال العلماء لا يجوز لإنسان تعقب سقطات الناس وخطاء الناس، لا يجوز، أي لا يجوز للإنسان المسلم أن يكتب مثلا فلان يوم الفلان فعل كذا ويوم فلان قال كذا ويوم فلان قال كذا، هذا منهج لا يقبله الإسلام. يمكن أن الإنسان يلاحظ سقطة، يلاحظ سقطتين، أما أن يشتغل بتجميع سقطات الناس فمعنى ذلك أنه فرغ من ملاحظة سقطاته ومن أخطائه، وبالتالي فقد انشغل بالآخرين ويصير ذلك بالنسبة إليه يصير ذلك عملا يوميا ويصير ذلك منهجا. في لما جاء أحد الناس عمر الخطاب يتحدث في وهي الغيبة التي تحدث عنها منعها الله سبحانه وتعالى، قال له عمر وأنت تتحدث عن آخر أنت إما أن نأخذ فيك بقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذه بداية الشهادة بالفسق، وإما أن نأخذ فيك بقول الله تعالى لا تطع كل هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتد. فإذا إما أن تصدق عليه الآية الأولى أو تصدق عليه الآية الثانية، وهو في الحالتين موضع شبهة من الناحية الشرعية، موضع شبهة. هذا لما نتكلم عن توجيه الإسلام لما يوجه الحياة. أقول هل تجدون الآن في
كل ما حولنا من لا في النصوص القانونية ولا حتى في التوجيهات الأخلاقية. ما يمكن أن يسمي هذه الأشياء إثما أو معصية طبعا لا. القوانين والعقوبات أو لوائح العقوبات قاصرة، هي دائما تأخذ الجانب المادي، الجانب الذي يمكن ضبطه، وبعض الأفعال تجربها وبعض الأفعال يتجرب، ولكن الشريعة الإسلامية تنكر ما تشاء وتنكره بشساعته، وما أنكرته الشريعة الإسلامية كما قلت يتأسس دائما على وينسجم دائما مع المنكر بالفطرة. إذن فالله تعالى سمى هذا أو استعمل هذه الكلمة كلمة المنكر مرات متعددة، ويجب أن نعطيها معناها الشرعي وأن نستعملها بمعناها الشرعي. الآن يتحدث كتاب الله تعالى عن اليوم المنكر، يوم منكر سماه يوم نكر أي منكر، ونكر هذه صيغة قليلة في لغة العرب، شيء نكر أي منكر وتدل على الكثرة، ورجل شلل أي خفيف الحركة، ورجل سجح كريم أخلاقي متسامح، وناقة أجد أي قوية الظهر. هذه هي الذي الأسماء التي استعملت فيها هذه الصيغة. وتقول العرب روضة أنف، الروض الأنف هو إذا كانت هناك روضة أي حديقة، أنف أي لم يرعها أحد، لم يسم فيها أحد مواشية، روضة محروسة لم يرعى فيها أحد يسمى هذا روضة أو روضا أنفا. وفي كتاب من كتب التفسير كتب السيرة كتاب الروض الأنف للإمام شكون؟ السهيلي، الإمام السهيلي واحد من علماء الأندلسي والذين كتبوا في النحو، وكتب كتابا في السيرة صرح فيها سيرة من هشام، وهو من دفين مراكش من هؤلاء السبعة من الرجال الذين يدفنون يعرفون في، ومنهم الإمام السهيلي، وكان رجلا أعمى وكان عالما كبيرا، وله طبعا شعر جيد مذكور في كتاب بغية الوعاء للسيوطي، مذكور له هذا الكتاب الجيد في السيرة يسمى الروض الأنوف، وشرح به سيرة، معناه أنه قصد أن يقول إن هذا الكتاب روضة لم ترعى، روضة بهية جميلة لم يسبق لأحد أن رعى فيها، وقليل جدا أن تجد روضة لم، أي حيثما تجد الروضة أو المرعى لابد أن تجد من؟ ها؟ من سبقك، ما تمكنش تجبر واحد المرعى كله أنت ما فات في أحد، ولم ترى لك مرعا ممرعا أبدا إلا وجدت به أثرا لمنتجعي، ولن ترى لك مرعا ممرعا أبدا إلا وجدت به أثرا لمنتجعي. لما ترى المرعى الممرع لابد أن تجد أثر لمن سبقك، من سبقك ورعى في ذلك المكان، قلما تستطيع أن تقع على مرعى لم يرعه أحد قبلك. وهذه فيها معاني كثيرة. إذن قلت كلمة أنف من هذا القبيل أي من هذا الوزن، فعل الذي ذكرت منه شلل وأجد وسجح وأنف، وهذا الذي ذكره كتاب الله تعالى نكر، يوم نكر أي منكر. لماذا يكون هذا اليوم نكرا؟ لأن ما يرى فيه وما يشاهد فيه كله غير مألوف. أنت ترى الميت يخرج من القبر، وهل سبق لك أن رأيت يوما ما ميتا يخرج من القبر؟ هذا سيقع. أنت ترى يوم القيامة أعدادا كبيرة كبيرة جدا جمعت البشرية من آدم إلى آخر إنسان في هذا، هل سبق لك رؤية هذا المنظر؟ هذا منظر آخر. أنت ستكون في منظر في محشر
ترى فيه الشمس اقتربت من رؤوس الناس حتى لم يبقى بينها وبينهم إلا ميل، وترى الناس غارقين في العرق كل يصيبه بقدر ذنوبه حتى يكون بعضهم في الكعبين وبعضهم في الركبتين وبعضهم في السرة وبعضهم يكون العرق قد ألجمه الجامة. أنت لا ترى، لم تعش يوما تبلغ فيه القلوب الحناجر، أن يكون القلب مرتفعا من الفزع إلى أن يصل إلى الحنجرة. أنت لم تر يوما يفر فيه الولد الأخ من أخيه والولد من أبيه، لأن كل واحد يفر، يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، كل هؤلاء الذين دائما الإنسان عادته حينما يصير يصاب بالفزع أن يفر إلى هؤلاء، إذا وصله شيء إلغى على ولده أو أخي كذا روحه فيستأنس بهم، إذا أصابته مصيبة مات له كذا يستأنس بمن يكونون حوله، لأن إذا ذهب هؤلاء الإخوة من حوله مشوا البيوت تاعهم يكثروا عليه الحزن. مثلا لو مات له مثلا شي واحد وكل معاه الناس مع خوته جا وخوته جا ولاد عمو جا وكذا وجا كبار وصغار وكذا وبقاو يديروا واحد الحركة في الدار مثلا شي ياكل وشي كذا يلقى كأنه يتناسى، ايوا يجي يتعشى يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، تالي يبقى فكأنه ترجع إليه كل الأحزان، يرجع من جديد يحس قد يبكي من جديد، وفي اليوم لم يكن يبكي ولكن لما انفصل هؤلاء عنه أحس بكل هذه الأحزان. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان أن يأنس إلى هذا، لكن في يوم القيامة يقع العكس، يخاف الناس فيفرون ممن كانوا يلجؤون إليه، إذا خاف يوقع هذا الوقع في يوم القيامة يفر المرء من أخيه، ما يمشيش عنده، يهرب عليه. لماذا؟ أليس الإنسان دائما يفر إلى أخيه؟ هذا يفر من أخيه ومن أبيه ومن صاحبته، لأنه يقول إن كل واحد من هؤلاء سيطالبني بحق وأنا لم أقم له بهذا الحق، سيطالبني أخي بحقوقي، حقوق الأخوة، حقوق الإسلام، حقوق المناصرة، حقوق الدعم، ستطالبني الزوجة بحقوقها الشرعية أن أعلمها دينها وأنا لم أفعل ذلك، أن أمنعها من الحرام وأنا لم أفعل ذلك، أن لا أطعمها الحرام وقد أطعمتها الحرام. غير مع الزوجة شكون اللي غادي يسلك؟ ماشي لأنها هي قبيحة، هو ماذا شيء ما تصورش غادي يفر المرء من 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 زوجته وزوجته قول يا لطيف زوجتي ماشي مزيانة، لا هو ماشي هو أيوة خايف، هو خايف. أما ذيك لا، بس لأن بعض الناس يفهموها بالمقلوب. واحد من الناس كان عنده زوجة شوية صعيبة وبقات معاه مدة ولكن ما استطاعش باش يطلقها، بعض الناس كانوا يخافون الله، يقول كان من طلقها قد تسلط على الغير فتعذبه، نخليها فعلا كان بعضهم يقول أخشى أن تعذب مسلما آخر فتبقى عندي أحسن من يتعذب، هذه كانت هذه شيء عالي في الصبر وفي الاحتمال. لا أحد أخرى بقات معه ما عرف ما استطاعش يطلقها ولا خاف منها باش يطلقها، حتى اليوم الأخير لما جاوا كفنوها في الضوء غادي يخرجوها واحد البيطة قدرها تماك ودخلها في الكفن، إوا سولوا هذه واقعية هذه، قالوا له شنو هي ديك البطاقة اللي درت لها، قالوا هذيك ورقة ديال الطلاق باش ما يتلقاش، نشوفها ما تشوفني في الآخرة كاع ما نعاود الطلاق ما طلقتهاش في الدنيا لكن نطلقها باش الآخرة كاع ما تعاود تسول عليا، ما تعاود تسول عليا من جاب الله هذا الفكر تفكينا بالوفاة نزيد لها ديك البطاقة باش ما نتلقاوش يوم القيامة، ما تدور عليا، هذه مسألة أخرى. ولكن في يوم القيامة كاين شيء آخر وهو أن الإنسان يفر خوفا من الحقوق، وكم ستفر من أهله، الله تعالى ذكرها هذه النماذج، يفر الإنسان من أخيه من صاحبته من بنيه فصيلته التي تؤوي، ولكن البشر كلها تسلك، ومن أين تفر من المسلمين الذين يطالبونك، تفر من الفلسطينيين الذين يطالبونك بحق النصرة الآن، تطالبهم أنت ساكت أنت ما ما ما
تتفرج، أنت متفرج في العالم، تطالب يطالبك الناس المسلمون أو الذين يحتاجون إلى من جيرانك ومن أهلك ومن معارفك الذين لم تبلغهم كلمة الإسلام. سيطالب الإنسان بحقوقك. المسلم الآن في حقيقة مثقل بحقوق الآخرين، بحقوق المسلمين، وبعض المرات لا يشعر بذلك، لا يرى الأصل أن الآخرين عليه حقا. حق كل واحد، حق الأمة على المسلم حق كبير. كان معك أميون لم تعلمهم، كان بإمكانك أن تعلمهم، كان بإمكانك أناس كان يمكنك أن تدفع بهم إلى طريق الإيمان. فمحنا ما كانت عندنا علاقات مع الأمة هي العطاء، كان عندنا علاقات الأخذ. وحينما نبني علاقاتنا على الأخذ شيء هو خير على العطاء. حينما تبني علاقتك مع المسلمين على العطاء تقترب منهم وتعطيهم وتنصح لهم وتتحمل أذاهم وتصبر، ويأتي في بعد ذلك شيء كبير. ولكن حينما يكون علاقتك بهم علاقة العطاء فأنت تفتح عينك على الناس في من تستطيع أن تأخذ منه. هل تستطيع أن تأخذ منها أم لا؟ هذا فقير ليس لك ما تأخذ منه، قل السلام عليكم ما تقولش السلام عليكم. هذا بخيل الله إنك ما تهضرش معي. هذا مغفل نجيب يمكن هذا نلعب به. هذا فهي علاقة أخرى، هي علاقة أخذ. والمسلمون علاقتهم بالمجتمعات هي علاقة عطاء. المسلم هو العطاء. ها؟ المسلم هو العطاء. كان في المغرب أحد العلماء واحد رجال التصوف وهو أبو العباس السبتي، كان يقول هذا الكون في حقيقة فلسفة، هذه مش كلام كبير، يقول أبو العباس السبتي، يقول إن الوجود منفعل بالجود. شوفوا الكلام هذه صغيرة ولكن كلمة صغيرة ولكنها جميلة جدا. هذا الوجود منفعل بالجود. لاحظوا أنتما، الوجود ما جمله إلا الجود. هذه الشجرة الجميلة التي يهتم الناس بها ويسقونها وهي الآن وارفة الظلال وكذا وكذا وكذا، لماذا كل هذا الاهتمام بها؟ لأنها تعطي، تعطيهم في الصيف تمرا، تعطيهم شجرة تعطي المشمش، وشجرة تعطي البرتقال في الشتاء، وشجرة أخرى تعطي التمرة للناس في الصحراء. فالناس عايشين على الشجرة، لا يستطيع أهل الصحراء أن يستغنوا عن شجرتهم التي هي النخلة، لو ذهب النخل لا تفرق الناس. إذن فهم يحسنون إليها لأنها تجود عليهم. إذن عملية الفلاحة والاهتمام كلها قائمة على أساس العطاء، هي أعطتهم فهم لذلك يحسن. لذلك إذا رأوا شجرة ماتت لم تعطي يأخذوا منها العطاء الأخير، شنو هو؟ هو الحطب، يديروها يحميوا بها وصافي. قولك ما بقاش تعطي، ما عندناش قعد تماك، ها؟ فانت باش تمشي وتجيب لها واش الناس زعما شفتهم الشجره ومشاو جابوا لها الغبار من 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 من, من اسفي وجابوا لها سميتو الماء من من, من السد وبناو لها شحال ديال السدود، شفتهم زعما ولا كيفاش؟ ها؟ هم ارادوا هذه تعطيهم. الوجود كله في قائم على الجود. وكان ابو العباس هذا كان ينشر هذه فلسفة جيدة جدا، فلسفة جيدة. وكان الناس يقول لهم لا بد أن الإنسان يعطيه. ذلك كان الناس ما كانوا الناس يقولوا ما إحنا مستعدين، أما الآن كي يقول الإنسان أنا صافي توح ما يعطيني الدرس، لأن هو قاع فاسد ومكمل ولا مضروب في عباد الله، توح ما يعطيني الدرس في الأخلاق. لاش؟ لأنه في الضام الأخلاق، مش لأنه ما عنده الأخلاق، لأنه في الضام الأخلاق ما عنده سالي. أبو العباس كان يقول الإنسان لابد أن تتصدق بشيء شيء. فأخذنا هذا الطبيعة، نمشي الصباح عند واحد الإنسان يصنع السفنج، سفنج، ها؟ سفنجي يصنع لك سفنج، يمشي لواحد بكري عند الستة ولا كيبدأ يبدأ واحد السفنجات الأولى يقول ما يديهم بطل، قل له لاش؟ ما تغي عباسية، هذه عباسية لأبي العباس، نسمى إلى أبي العباس سبتي، أي الأول خص يكون في سبيل الله، هذو الأولى عباسية. وتقريبا كل الصناعية كانوا يديروا هذه، حتى الناس اللي يمشيوا بعد ما يفتحوا الحمام الصبح الأولى ما يخلصوش عليهم، قول زيد يلا في سبيل الله. ومن بعد عاد يبدأ الخلاص، الناس كانوا فقراء، ما كانش كل شيء كان فيهم هذا.
الآن يديروها ماشي ولكن يديروها إشهارية ماشي هذيك يجيو باش يجي واحد يفتح واحد القهوة باش يدي القهوة عند كل المشتريين الآخرين يقول لهم النهار الأول راحوا تشربوا باطل هذيك مع عباسية ما هاشمية هذيك غير طبنديت هذيك 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 باش يديهم باش غدا يعلمهم يقعدوا باش يتوالفوا صافي يهرب إلا بغى الآخر يدير له شي حاجة أخرى عاوتاني يعطي واحد اليومين باطل ولا شي حاجة يهربوا عاوتاني عنده لا هذاك ماشي هي فكان الفقراء عندنا في بيئتنا لم يكونوا كانوا فقراء طبعا لكن لم يكونوا يشعرون بالفقر كما نشعر به نحن الآن كان الناس بعض المرات معروفين الناس في شي بعض الأحياء معروف فلان وفلان فلان 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 ما خدامش ما عنده كذا كذا يمر بالسوق غير يمر ما يتكلم ما يطلب ما يجي واحد مثلا خضر يرمي له زوج فلفلات يفوت على الآخر كانت شتو هذا اليوم لا ما قال له شي فلفله من ديك الا كان عنده في الشكاره ما يمكنش اللي ما عندوش هذه الفكره لاحظتوا هذا يتصور بان الا عطى شي حاجه راه غادي يفتقر بعض المرات يمشي يفوت على كل الباعه ما يتكلم معاهم كذا يمكن يقع في احسن الظروف يقول السلام عليكم لا تمشي مراد ولكن حتى الناس ما كانوش يتسفلوا ماشي كل انسان لاباس عليهم شي ضر هذوك ناس معروفين في المكان هم في المجتمع فقراء ما عندهمش مداخيل كذا المجتمع عاطيهم هذيك الورقه ديال الاعانه معناها شعبيا فيفوتوا يديو ديك المسائل ديالهم يفوتوا في بعض المرات على الناس اللي يحصدوا يفوتوا معروف الحقوق تاعهم هذا الامر ها انتهى ما بقاش هذا الامر ما كاينش هذا لا يعرف كلها اذا كما قلت ان هذا اليوم سماه الله تعالى يوما نكرا لأن كل ما يقع فيه هو غريب وهو طبعا من حيث العلم نحن أخبرنا به وقد بينه لنا كتاب الله ولكن إذا أخبرت بالشيء فهذا الشيء ولكن أن ترى الأشياء كما هي يوم القيامة وأن ترى الناس يخرجون من الجداث كما سيقول الله تعالى هذا شيء آخر ثم هؤلاء كما سنتابع إن شاء الله في الحصة المقبلة في كل هذه الآيات التي تتحدث عن الناس يوم القيامة تتحدث الناس عن كأنهم خشع عن أبصارهم خاشعة وكذا 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 معناه أن هؤلاء في الغالب يعرفون عملهم كيف هو وأنهم قد حاكموا أنفسهم بأنفسهم بمعنى أن جميع الذين يبعثون من الآثمين والكفرة والمنكرين لما يبعثون لا يبعث أحد منهم وهو منتفخ الأوداج وهو يصخب وهو يرفع صوته أو يحتج ما كانش كلهم لما ينزلوا خش عن أبصارهم دائما خاضعين من الذل ينظرون في الخفي فدائما صفاتهم كأنهم هم في الحقيقة قبل أن تقوم الساعة قبل أن يحاسبوا قد حاسبوا أنفسهم أي رؤيتهم ومنظرهم وما سيتحدث الله تعالى عنهم بأنهم مطيعين وأنهم منقادون إلى غير ذلك كل ذلك تعرف منه أن الناس عرفوا بأنهم أمام مشهد الحق والعدل وأنهم أخطأوا وأنهم أذنبوا فهم الآن يرجون رحمة الله لذلك هذا القيام في حد ذاته شهادة على الإنسان بأنه قصر في حق الله وأنه أساء وأنه لم يقم بما كان عليه أن يقوم به وبالتالي فهذا التوصيف كله يفيد في إثبات أن الإنسان يدين نفسه بنفسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين